أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق صوب الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا صل وسلم على سيدنا محمد
طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها. اللهم يا ربنا ارحمنا بالقرآن، أكرمنا بالقرآن، ولا تهنا بالقرآن، وارفع شأننا بالقرآن. اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، اللهم طيب أرزاقنا بالقرآن، وسهل اللهم لنا حفظ القرآن، اللهم لنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، ارزقنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم يا ربنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم يا ربنا نور بكتابك أبصارنا، وألف به قلوبنا، وأصلح به ذات بيننا، أصلح به ذات بيننا، أصلح به ذات بيننا. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تغيير أو تأخير أو زيادة أو نقصان، واكتبه منا على التمام والكمال، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء واللسان، وهب لنا به البشارة والسعادة والأمان، ونبهنا قبل المناية من نوم الغفلة والكسلان، وبيض بوجوهنا يوم البعث، واعتق رقابنا من النيران، ويمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، أسكننا في وسط الجنان. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا ومشايخنا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا ربنا ويا خالقنا، اغسل قلوبنا باليقين، وأثلج صدورنا يا ربنا. اللهم مع أنفاس هذا المساء افتح لنا أبواب السرور، وبشر لنا جميع الأمور، ويسر لنا جميع الأمور، واجعل الجنة أول وآخر مرور. اللهم استرنا على وجه الأرض، واغفر الأرض، وارزقنا كل ما نتمنى. اللهم إننا نعوذ بك من أذى الدنيا وحيرة النفس والفكر، وبكاء القلب والضمير، وموت الضمير، وسوء الخاتمة. اللهم يا شارح الصدور، أنت الرب الغفور، اجعل حياتنا نور على نور، وارزقنا السعادة والسرور. اللهم اجعل الدنيا لنا دار أمان وفرح، واجعل لنا الآخرة ذات دار ثواب وفوز وغفران. اللهم اكفنا شر كل حاسد وحاقد، واكفنا شر أهل السوء وشر الظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا
ولا تكشف لنا سترا. اللهم إن عصيناك جهرا فاغفر لنا، وإن عصيناك سرا فاسترنا، استرنا يا ربنا. اللهم انصرنا على النفس الأمارة بالسوء، انصرنا على النفس الأمارة بالسوء، ولا تمكن إبليس منا. اللهم إنك أنت الخالق ونحن المخلوقون، وأنت الرازق ونحن المرزوقون، وأنت المالك ونحن المملوكون، وأنت المعطي ونحن المتسولون، وأنت القادر ونحن العاجزون، وأنت القوي ونحن الضعفاء، نحن الضعفاء يا ربنا، وأنت المغيث ونحن المستغيثون، وأنت الدائم ونحن الزائلون. اللهم يا رب ارحم، يا ربنا ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا وذلنا بين يديك وتضرعنا اليك. اللهم اختر لنا ولا تخيرنا، اختر لنا ولا تخيرنا، فان الخير فيما اخترته لنا. اللهم لقنا بلا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لقنا بها عند السكرات، ولا تجعل أعمالنا وحسناتنا حسرات، واجعل اللهم قلوبنا بذكرك لا تنساك، ونخشاك ونخشاك كأننا نراك. اللهم إننا وكلناك جميع أمورنا فأنت خير وكيل، فدبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، يا غافر السيئات ويا دافع البليات، يا من قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. ها نحن يا ربنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا، استجب لنا، استجب لنا كما وعدتنا يا ربنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا إن أولادنا قرة أعيننا، فنرجوك يا الله، فاللهم احرزهم واحفظهم من كل مكروه، احفظهم من كل مكروه يصيبهم، ومن كل شر وضر كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظهم من الشيطان الرجيم. رب ارزقهم صحبة الأخيار وخصالة الأطهار. يا رب متعنا سرهم في حياتنا، وأسعدنا بدعائهم بعد مماتنا. اللهم احفظهم حفظا يليق بعظمتك وجميع أولاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحم أمواتنا وأصلح أحياءنا، ارحم والدينا، ارحم إخواننا، ارحم بفضلك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا شافينا، شاف مرضانا يا الله. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي في الجسد ألما. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعطني كل أخت معنا ما نوت. يا فالق الحب والنوى، اعط لكل أخت معنا ما نوت. يا ربي كما جمعتنا في بيتك هذا، اجمعنا في الفردوس الأعلى يا الله، اجمعنا في الفردوس الأعلى يا ربنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ممنونا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا
محمودا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اكتب لنا البقاء واللقاء، اكتب لنا البقاء واللقاء، وارزقنا الإتقان والإخلاص في جميع أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وارحم يا رب كل أمة قالت آمين.